نيوتن فكر وتأمل وعاش حالة من الحيرة لمعرفة ما يسمى بالجاذبية، لغز الجاذبية الأرضية. نيوتن فكر في الجاذبية الأرضية كثيراً قبل أن يلاحظ سقوط تفاحة على الأرض، وبدأ يفكر هل هناك قوة تجذب الأشياء للأرض فتسقط عليها؟ الجاذبية الأرضية هي قوة الجذب بين الأجسام والمواد، فقوة الجاذبية رغم أنها تتحكم وترسم مسارات الأجسام في المجموعة الشمسية، فإنها ليست بالقوة القادرة على تغيير خصائص المواد. ومن هنا كان لاكتشاف الجاذبية الأرضية أثار كبيرة على كوكب الأرض. ولكن إذا كان هناك قوة على سطح الأرض، لماذا لم يسقط القمر ومن حوله النجوم؟ نتحدث عن ثلاث قوانين مرتبطة بالجاذبية. أولاً، الجسم الثابت يبقى ثابتاً والمتحرك يظل على حاله متحرك إلا إذا جاء عامل آخر أثر عليه وغير من حالة السكون أو من سرعته إن كان متحركاً. وثانياً، في تأثير قوة ما على جسم ما، فإن القوة تكسبه تسارع يتناسب تناسباً طردياً مع القوة المؤثرة على الجسم وعكسياً مع كتلة الجسم. لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس في الاتجاه. تفاحة نيوتن لم تكن الشرارة لفكرة الجاذبية كما هو متعارف عليه، ولكن نيوتن فكر وتأمل وعاش حالة من الحيرة. ومن قبل نيوتن، جونس كيبلر وهو عالم الرياضيات والفلك. ونرجع إلى بدايات القرن 17 الميلادي، حيث وضع بعض البيانات الفلكية التي تصف حركة الكواكب ومداراتها حول الشمس. وتمثلت بياناته الفلكية في ثلاث معادلات، هي قانون الحظ وقانون المناطق المتساوية وقانون الانسجام. قدمت وصفاً نسبياً لحركة الكواكب حول الشمس، بالإضافة إلى أنها لم تعطي أي أسباب لنشوء حركة الكواكب ومساراتها. ولذلك انشغل نيوتن وظل يبحث عن أسباب منطقية ومقبولة لحركة الكواكب التي تسير حول الشمس بمسار بيضوي والقمر يدور حول الأرض بحركة دائرية. تفسير نيوتن المبدئي هو وجود قوة في الفضاء تسببت في خروج تلك الكواكب من ما يسمى بقصورها الذاتي. وما كان يدور في ذهنه أن قوة مجهولة تسير في مسار أفقي في ظل انعدام الهواء، وتوصل إلى أن القوة التي أسقطت التفاحة هي نفسها التي تعمل على تحريك القمر والكواكب. تم الإعلان عن وجود الجاذبية الأرضية حسب رؤية نيوتن في عام 1687. تحدث عن وجود جسمين مختلفين، يعني أن هذين الجسمين لديهما قوة متبادلة، وهذه القوة المتبادلة تخضع لعدة اعتبارات، فهي تتناسب طردياً مع كتلتي الجسمين وعكسياً مع مربع المسافة بينهما. انعكاسات اكتشاف الجاذبية الأرضية على حياتنا. باكتشافها حدثت ثورة علمية في القرن 17، وما زلنا نحصد آثارها، وبسببها تم وضع معادلات وقوانين فيزيائية أفادت البشرية. وصاغ نيوتن قانون الجاذبية في علم الميكانيكا، ويعتبر نيوتن مكتشف التفاضل في علم الرياضيات. قوانين المد والجزر المسؤول الأول عنها الجاذبية الأرضية، لأنها تحافظ على توازن الأرض بوجود الجبال والمحيطات، ومنها استطعنا التنبؤ بحالة الطقس. الجاذبية تحافظ على الكائنات الحية في البحار، وبذلك نحافظ على النظام البيئي. اكتشاف نيوتن للجاذبية الأرضية، تم وضع قوانين الرياضيات والفيزياء التي دخلت في كافة مناحي الحياة، وأصبحت حدثاً فارقاً غير مفاهيم العالم.